سنة 2021 كانت سنة كارثية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى على المساهمين في أسهم الشركات الصينية. أول 3 شهور من سنة 2022 كانت تكملة للتراجع اللي صاير في أسهم هاي الشركات. أسهم الشركات الصينية لحد تاريخ 17/3/2022 تراجعت ما بين 50-75% من أعلى أسعار سجلتها. طبعا أهم 3 شركات صينية بتصنع سيارات كهربائية هم نيو إكسبينج ولي أوتو. التراجعات فيهم كانت أقلها في لي اللي تراجعت بنسبة 50%، أما أكثرهم تراجعا فكانت نيو اللي تراجعت بنسبة 75%. وبالوقت اللي كتير ناس ما عادوا متفائلين بأسهم الشركات الصينية، بترتفع مبارح أسهم الشركات الصينية بشكل جنوني من 26-32%. والسؤال اللي بدنا نناقشه اليوم، هل صار الوقت مناسب إن نبدأ نستثمر في أسهم الشركات الصينية اللي بتعمل في مجال السيارات الكهربائية ولا لا؟ وإذا بدنا نستثمر، إيش أفضل شركة من الشركات الثلاثة ممكن نستثمر فيها؟ خلونا نتفق على أنه التنافس في هذا المجال هو تنافس قائم على التكنولوجيا. الشركة اللي بتقدم تكنولوجيا أفضل في سياراتها هي اللي راح تتقدم وتتفوق في هذا المجال، خصوصاً إذا بتقدر تبيع كميات أكبر وتخفض أسعار سياراتها، وهذا سبب نجاح تسلا موديل 3 والارتفاع اللي صار في سهم تسلا. إذا بنقارن بين الشركات الثلاثة نيو وإكسبينج ولي، فنستثني شركة لي أوتو من المقارنة لأنها مش شركة سيارات كهربائية حقيقية. السيارات اللي بتنتجها الشركة هاي بيكون فيها موتورين، موتور كهرباء وموتور بنزين، وبالتالي لي خارج المنافسة. بضل عنا شركتين هما نيو وإكسبينج. من وجهة نظري الشخصية، وهذا رأيي، إنه إكسبينج هي أفضل من نيو. طبعا أنا عارف إن في كثير ناس ما راح يعجبهم كلامي، بس بفيديو اليوم راح أقارن بين الشركتين وأورجيكم ليش إكسبينج ممكن تكون أفضل من نيو. إذا بدينا بأرقام الدليفريز، عدد السيارات اللي باعتها كل شركة، ففي 2021 إكسبينج باعت حوالي 98,000 سيارة ونيو باعت 91,000. في 2022 بتتوقع إكسبينج إنها تبيع 250,000 سيارة، أما نيو بتتوقع إنها توصل 200,000. نيو مش معطين طبعاً فوركاست دقيق 100%، لكن هذا الرقم المحتمل. الشركتين طبعاً سوقهم الرئيسي هو الصين، وتوسعوا هلأ ودخلوا على السوق الأوروبي من جديد. أهم مميزات شركة نيو هي تكنولوجيا الباتري سوابينج أو تبديل البطارية. أنا ممكن أشتري السيارة بدون بطارية، بروح على أي وكالة لشركة نيو ببدل البطارية اللي بدها تفضى ببطارية مليانة خلال دقيقتين وبكمل حياتي الطبيعية. لكن أهم مميزات شركة إكسبينج، فأولاً هي أول شركة بتنتج سيارات بكميات تجارية من موديل P7 اللي هي ذاتية القيادة من المستوى الثالث فما فوق، وبتستخدم تكنولوجيا لايدار في هاي السيارات. تاني مميزة لإكسبينج إنه موديلها الجديد الـ P7 سعره 25,000 دولار أمريكي بس، يعني أقل حتى من سعر تسلا موديل 3 في الصين. وأما الميزة الثالثة لإكسبينج، فالشركة ابتداء من سنة 2024 رح تبدأ إنتاج السيارات الطائرة بكميات تجارية. بالنسبة لنقاط ضعف الشركتين، نقطة ضعف شركة نيو هي في الكوست الهائل اللي بتحتاجه الشركة عشان تقدر تبني محطات إلها على امتداد الصين العملاقة ولاحقا على الدول الثانية الجديدة رح تتوسع فيها عشان تقدم فيها تكنولوجيا الباتري سوابينج. تخيل بلد سكانها 1.4 مليار زي الصين، كم محطة رح يحتاجوا عشان يقدروا يعملوا باتري سوابينج on daily basis لسياراتهم. أما الويكنس تبعت شركة إكسبينج، فهو أنه كان في قضايا بينها وبين شركة تسلا بخصوص نوع من السرقة للملكية الفكرية، لكن القضايا هاي تم حلها، وبتظل مشكلتها الرئيسية يكونها شركة صينية بتتعرض للريجيليشنز من الحكومة الصينية، وكمان الحرب التجارية اللي صايرة بين الصين وأمريكا ممكن تأثر في انتشار الشركتين مش بس إكسبينج للأسواق الخارجية. إذا طلعنا على آراء المحللين، فرح نلاقي المحللين في سيكينج ألفا معطين آراء إيجابية عن الشركتين، أما المحللين في البورصة الأمريكية فمعطين إكسبينج تقييم شراء وهو إيجابي، ومعطين نيو تقييم نيوترال وهو متعادل لا سلبي ولا إيجابي. إذا طلعنا على رأي الذكاء الاصطناعي، فرح نلاقي أنه بيعطي إكسبينج تقييم متعادل وبيعطي نيو تقييم سلبي في تطبيق سيكينج ألفا. إذا طلعنا على البيانات المالية للشركتين، بنلاقي أنه الشركتين تقريبا عندهم حوالي 6.5 مليار دولار كاش. الدين على شركة إكسبينج حوالي 700 مليون بس، أما نيو في عليها حوالي 3 مليار دولار دين، وهذا رقم عالي. رح نلاقي أنه إكسبينج بتتوقع إيراداتها توصل 6 مليار دولار في 2022، أما نيو فبتتوقع أنها توصل حوالي 9.5 مليار دولار. بالنسبة للأرباح، الشركتين بيتوقعوا أنه السنة هاي
تقدر نفقاتهم تتوازى مع إيراداتهم، وبالتالي بتوقعوا أنهم ما يحققوا أرباح ولا خسائر. في النهاية رأيي الشخصي أنا أنه الاستثمار طويل الأجل في شركة إكسبينج أفضل، لكن للمستثمرين قصيرين الأجل ممكن نيو تجيب لهم نتائج مالية أفضل في سنة 2022. وأنا بشجع الناس اللي حابين يستثمروا في الشركتين أنهم يستنوا بس لحد ما تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا ويبين أسعار المواد الخام وين راح تصير، بعدها ممكن بأمان نقدر نشتري الشركتين. في الآخر بتمنى الكل أنه يربح، بتمنى الكل أنه يستفيد، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا أنكم تشتركوا بقناتي، تفعلوا زر الجرس وتكبسوا لايك وتشاركوا مع كل الناس اللي بتعرفوهم مهتمين في هذا الموضوع. أنا محمود يوسف، ويعطيكم العافية.